السلام عليكم. نار نار جديد هذا الصباح. والصاد والحرارة. مهم رياكشن جديدة وتراك جديد. وواحد السيد رجع جديد بقوة. على سيبيدرو. سيبادر. بطلع جيم الأبوني. تراك جديد مسلم رجع تاني الستيل ديالو ديال كي كان في الأول. رجع ربي هو واحد السيد واحد ما يمدخلوا نتفرجوا هو علي صامت مسلم هو شكون؟ علي صامت كتعرف على علي صامت شاعر؟ بجي جمولة الشمال هذا راه صاحبي علي صامت ولد الشمال بحال بحال مسلم واصلا علي صامت كان دوز واحد الفترة في الحبس ولكن ديك سير شي فترة شوية طويلة ولكن ما عرفتش السبب الرئيسي ما معروفش المهم دوز الحبس دوز هذا الروح دابا كيهضر ما كاينش في المغرب شكرا على هذه الالتفاته وكم على دين رجع كابيتانوس كلشي فاني للحقنا احنا اللي بدينا من السفرة اللي بغيت انا الحقنا شو جدا رابط فضل ما بوليس نو بيس ما اوجيس هيك بوجيس كالديديس بلا سيديس دابا كلشي فوتو فيدا استطلش من اللي دا عمرو لازم احضر نتيسا انا بتاسم قائد دا عم نشار فضل بيسبا وكي مزين اللي فات من مرة كل بسنا اللي كانت دق دق ما شيكات شان خوبي سلبيبات اوه قال لهم عاود ثاني رجع اللي كيخلعكم اسمو زعما راه انا رجعت زعما راه جيت رجع لكم مسلم الروم فلاند واحد بحال هكا يدير شي كلاش كيكلاش في شي واحد اصلا هو كان عنده مشكل مع مستر كريزي ها اللي قلنا كان مستر كريزي تيعيرو تيبغي الموناليزا ما هو عنده الشعر كان ضايد بيهم بيناتهم عندي بيف شحال هادي هو يرجع ليه عندي كان مستر كريزي طلع عنده الشمال وكبر بيه وداكشي واخيرا فاش رجع مستر كريزي لقى يدوى عليه بالخيم نايضة كلاشة نايضة كلاشة بالخيم هذاك التصويرة اللي لاح الديب زعما بما عنده بزاف ايه ديال الديب نايضة كلاشة نايضة السخونية كاينة كلاش واقيلا ديال مستر كريزي قال لي ودابا كلبك باغي يعضك اما انا عيبك نسيتو داك اللي كان تيحرش واقيلا عليه يكون ضار على زعما ضار عليه اما داك العيب اللي درتي ما راه نسيتو احفظ العشره تقدر لساني زوار خبر سيور مجمع السم يقدر واللي حافظ قبر اللي حاسبنا حط الباش كتمنى رجع مسلم تعزمني وانا مغتوت يلي كرامش حديتي منه ساري تباني وانا غيبكم موتي غم وانا غيك شوف تعزمني وانا مغتوت يلي كرامش حديتي منه ساري تباني وانا غيبكم موتي غم وانا غيك شوف
تعرفني وانا باغي ندوم واعر 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 ماضي الطرق اللي حوال فلاتي جي في واعر شنو هو؟ الطرق الالبوم اللي كان فيت مع فردة هو فردة تي جي في هو علي الصامد وفردة مشتش شحال هذي؟ شهر تقريبا مقريبا الالبوم اللي خدت على فردة شهر هذا لما لحوش عنده مسلم في لحوش عند علي الصامد الصامد دابا فاش ولكن كيبان لي انا دابا مسلم طاغي التراك اكثر ولكن دابا فاش كيلوح الواحد اللي كيلوح عنده داكشي التراك ديالو زعما هو مول الفكره فهمتي دابا علي صامد هو مول الفكره ولكن كيبان لي انا مسلم طاغي على على صامد في التراك سلا ليلة سلا بالله ثلاث دقائق شوية في الدقان وار 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 دقان فيه كلاش فيه كلاشات شابة كلاشات وشابة الدركة كاع يولي فهاد الخرمة وحشة والله وكل شيء البوز طرا كلاش الديب نيد ديب كلاش قيمة هذاك بيناتهم لاعبين 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 بيناتهم وحنا كنتصنطو وحنا كنتمزكو دابا بقى موسم على هاد يطلع عاود ثاني هي لاحظتوا كاع دوك الطرافات ديال واحد الاخرين كاملين تقريبا ديز داك فين تقدم 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 الصبابه كلشي ديالك شكرا السي سامه تقدم تقدم ديك لاحظتي اسامه دابا كاع الموسيقى اللي تيلي مسلم الاخر كلشي تقريبا الفيديوهات كيف فيهم ديز لايك بزاف حيت ماشي الدومين ديالو هذاك هو بدا بواحد الستيل ولا الستيل هذا الستيل اللي كان انت هو قلبو حتى الفرد حتى سميتو سبعه كان دواك الراب واش قلب عاوتاني في تاتو حتى الراب ما يكونش فيه يقولوا ما فيهش طرف الخبز كثير الراب هو الفريستايل كانت تكتب وكتهضر صافي ما كاينش شي فيديو كليب ولا كتبقى المهم هذا هو التراك الجديد ديال مسلم كنشكرك السي بدر كنشكرك السي بدر قلت لكم شي واحد عنده شي معلومه شي حاجه راه كيجي كيبارطاجيها ولا شي واحد فيكم عنده شي معلومه ولا شي لعبه يجي يبارطاجيها باش نستافدوا كاملين المهم تلاقاو في تراك جديد وفي رياكشن جديده وفي بلان جديد يلا بيس